طبق اللقاء اللي كدينا للدار البيضاء وبقات محجوبه. مرحبا بلالا محجوبه. مرحبا بك اختي هناء، لاباس على خير؟ حوالي بخير. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. مبروك هذا اللي تواكلت معكم. ربي يخليك، شرف لينا المحجوبه اللي خطيك. شرف لي انا، الله يجازيك بخير. الله يخطيك. كتقترحي علينا بيتزا وكغاطا باذن الله؟ بيتزا بلون. كاين بعدا شي كسكسو بيضاوي ولا غير بيتزا وكغاطا؟ كاين الكسكسو بالكديد والكردات. مرحبا بكم. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. ولكن ضروري هادشي عاوتاني للعشاء ولا للوليدات تيبغيوه؟ لا ضروري هادشي للوليدات تيجي زوين. تفضل لنا. عندنا بيتزا بيضاء كنحتاجو ليها 250 غرام ديال بيبي ولا الدجاج مقطع صغير، وتنقليو في الملح والبزار. تنحتاجو 250 غرام ديال الكروفيت، حتى هو تنحيدو ليه القشرة ديالو وتنغسلو وتنتهو نقليو في الملح والبزار شوية الزيت. تنحتاجو العلبة ديال الثوم، تنحتاج الحق ديال شامبينيون صغير، حتى هو غادي نقليوه في الملح والبزار وشوية الزيت. يعني الملحة ما نحاولوش نكثرو باش حيت كل واحد فيهم غنقلو بالملحة باش ما يجيش داك الشيء معاك. تنحتاج جوج دراهم تقريبا ديال الزيت مقطع، شوية الزعتر. الزيت مقطع؟ مقطع انا تندير ما بين كحل وبيض، يعني ما بين كحل وبيض باش يجي مخلط. تنحتاج جوج الزعتر وغرفة ديال لاكخيم فخيش وفرماج مسكوك. دابا تنقطع في المشاهدين كيما بغاو يديرو بالعجين المورق، يعني تنوجدو العجين المورق تنسمو في الصفر، وإما كيديرو بالعجين يعني بالعجين العادي ديال البيتزا ديالو كنسمو في الصفر. وبشوية ديال التومة، أنا دائما كندير التومة بودر في العجين، يعني بغيت العجين المورق إما تيكون تيتباع في المحلات وإما تنوجدو. ولكن عطينا العجينة اللي كتصاوبين. انا نعطيك العجينه كامل العجن، يعني تجي زوينه. تندير نص كيلو ديال الفورص. كنجيب معاه الفورص بزاف، باش نكونو كنتبعو النصائح ديال الاختصاصيين. راني عرفت، ولكن راه تدي شي بعض الطرف شي ضرورات، بحال مثلا في البيتزا مثلا في العجين المورق ما يمكنش نديرو. لا ماشي العجين المورق، انا كنهضر على العجينه ديال البيتزا العاديه. انا كندير فيها الفرينه، كندير فرينه هي كتعمل. انا عندي فرينه كنتسف الشطه مزيان وكندير فرينه كتجي مزيانه. يعني مسكين ديال الفورص، وكنزيدو معاه كاس ديال الزيت، وكنديرو معاه جوج معالق تاع الخل، كمية الملحة، وكنعجنو بالماء بارد. إلا كان صايب كنعجنو بالماء بارد ديال التلاتة، إلا كان حاد الشتا كنعجنو بالماء العادي ديال الغابين. نص كاس ديال زيت الزيتون ولا زيت المائدة؟ لا كندير زيت المائدة. زيت المائدة. إذا العجين عندنا فيها نص كيلو ديال الطحين، نص كاس ديال زيت المائدة، جوج معالق كبار ديال الخل، شوية ديال الملحة، ونعجنوها بالماء بارد. بالماء بارد. ونسموها بالزعتر. دابا حنا هنا نسموها بالزعتر. تنورقوا العجين دابا مثلا هاد الكيلو ديال 500 غرام ديال الدقيق، تنورقها مثلا بربع ديال الزبدة. ربعة ديال الزبدة تندير أنا غير مارغرين، تندير مارغرين يعني ماشي الزبدة كيف كنت أصفر وزرق تندير أنا. هنايا كن تتوقيها وتهني الزبدة وتعاوديها. تنقلقها دائرة باش الزبدة تنضربها بالمدلك مزيان باش تزيد، وتنديرها الوسط وتنديرها بحال المسمنة. تنعاود نديرها بحال المسمنة وتنطلقها، وتنطلقها تنديرها على يعني على تندير تنديرها على شكل مود، يعني تطلقها تندير تنرطها في هذا الشيء، وتطلقها فوق ما تطلقش على الفرن، وتندورها على حسب ان الفتحه واحد الفتحه، يعني اي فتحه يعني خارجه غتبقى عندنا مثلا على يديك اليمين، تبقى نفس الفتحه تبقى نفس الجهه اللي تتسلي بها. مي تطلقها طويله لا بس تبقى تكون عجينه مورقه، حيت ما بدناش بحال هكا ما تبقاش مورقه. يعني ضروري نحتفظوا على نفس الكيزه اللي يكون عندنا على على واحد الجيل. انا كنختار مثلا هذه الجيله تكون مفتوحه كندير ديما على الجيل. شحال كتكرر العمليه؟ تنكرر العمليه شي خمسه مرات. كل مره كتزيدي الزبده ولا غير ديك الزبده اللي درتي الاولى؟ لا هذيك الزبده الاولى اللي درت. وانا شوف سبحان الله راه دابا كنت كيدرتي بها مثلا في الثلاجه، انا كنبدا مثلا ورقه ثلاث مرات وتنخليها ترتاح حيت هما. شوية تنتبع لما تطلقش لينا تنعاود نعاود تماما نورقها. شحال الوقت بين التوراق والتوراق؟ انا يمكن كدير خمسة دقائق. تخيلي انا نص ساعة تنوجد عجين مورق، يعني
تجي رائع، يعني راه ما تحتاجش ندخلها في الثلاجه ونخرج. هاك المقاطع العجين المورق نستنى بالبطاطا اش نديرو؟ تنشدو هادشي قلنا كله، قلينا الدجاج وقلينا الكروزيت والخوم وشامبينيو، غنخلطو هاد المقاطع كلها ياك. غادي نشدو، لا درنا العجين المورق غادي نشدو نديرو في مورق صغار وغنثقبوه مزيان وندخلوه يطيب. بلا خشوة، إلا حسينا بيه عاوتاني مثلا تنفخ لينا تنخرجو ونثقبو عاوتاني ونرجعو يطيب لينا. تندهنو بالقشطة الطارية، يعني تندهنو من تدخلنا الخرجة تندهنوها بالقشطة الطارية. مثلا تنعس نسميها حنا بيتزا بيضاء لحقاش مفيهاش لاصوصون، يعني مفيهاش، تندهنو فيها بالقشطة الطارية كلشي حتى تطيب. وتديرو فيها هاد الحشوة كاملة، يعني الدجاج والكروزات والطون والشامبينيون، وتنضيفو عليهم الزيتون، تنضيفو الفرناج، وتندخلو حنا حتى يطيبينا تيذوبينا هذاك الفرناج، حيت كلشي طيب. إذا عندنا الخشوة، عندنا فيها ربعة ديال الدجاج مقطع صغير رقيق مقلينو في الملح والإبزار والزيت، ربعة ديال لي كروفيت حتى هما يا منقي ومنقلي في الملح والإبزار والزيت، علبة ديال الطون، علبة ديال الفطر الشامبينيون الأبيض، غادي حتى هويا نصفوه من الماء ونقليوه شوية ديال الملح والإبزار والزيت، عندنا واحد تقريبا جوج دراهم ديال الزيتون مقطع، شوية ديال الزعتر. غنخلطو هاد العناصر كاملة مع بعضها، ومن بعد ما كطيب لنا هاديك العجين ديالنا كندهنوه بلاكريم فخيش وكنعملو عليه فوق منو هاد الحشوة هادي، والفرماج محطوط كندخلو الفرماج غير باش داك الفرماج يذوب، لأن كلشي طايب. الفرماج يذوب كلشي طايب، وتنضربو المخشوق بالفرماج. نعم. وأنا تنفضل كندير فيه ديك البيض من فوق كيجي يذوب. نعم. ندوزو للكغاطا على حساب الوقت ما تبقاش بزاف. الكغاطا إن شاء الله عندنا جوج كيلو ديال الكغاطا لله. عندنا نص كيلو تاع البر مشحر مع الزيت والملح والبزار، عندنا واحد 500 غرام ديال الروز مسلوق مع شوية الصوجة وشوية الملح والبزار، نحاولو منكثرش الملح حق الصوجة مالحة. ملي تنشحرو هاد الجوج تنضيفو البر على الروز، أنا تعطيك الطريقة والمقادير باش نسربيو. تنضيفو البر على الروز مسلوق، تنطلقو واحد 8 البيضات على حسب الأشخاص، عندنا 3 أشخاص عندهم 6 بيضات، والبيض اللي بغينا ديال الاشخاص على حسب الاشخاص ونسلقوهم ضروري البيض يكون مسلوق. تنحيدو ليه القشره ديالو، تنكونو موجدين واحد 100 غرام ديال الكفته تكون عندنا بالقامه ديالها، وفرماج احمر. تنشدو المو ديال الكغاطا، هذاك الروز اللي طلقناه اللي خلطنا مع البر تنديرو بالتحت بعد ما نكونو دهناه. تنجمعو هنايا الروز ما عندناش مشكل واخا يكون كيتعجن. لا تناخد الروز ديال الشلاضه، الروز ديال الشلاضه هو كبير انا في الكغاطا. الحمر ماشي البيض، حيت الحمر البيض هو كيتعجن، الحمر هذاك ديال الشلاضه هو اللي مكيتعجنش. هنايا حيت قلتي غادي نديروه هو الاول، ما غنقرصوه؟ لا ما غنقرصوش، غادي غنحطوه غير مباشره، ماشي غادي نقرصوه، غادي نحطوه وهذاك البيض المسلوق غنشدو غنلبسوه في الكفته، غنلبسوه كله بالكفته غيولي لنا البيض بحال اللي كتشوف البيضه كيتحبك كلها كفته. هي الكره ديال الكفته ولكن الداخل فيها البيض. الداخل فيها البيض، دابا البيض راه بيضه تنشدو نلبسوها كلها بالكفته وتنحطوها، يعني حسب الديكور اللي بغينا تنحطوها هكا نتفاسقو من هذاك الروز وتنوجدو لاصوص بيشاميل. واخا نعاودو الطريقه هذه ديال الكفته، عندنا كفته خضراء ولكن فيها لقامه، صالحين البيض ديالنا تنشدو كنديرو الحشوه هي البيضه، البيضه من الداخل وملبسه بالكفته. ايه وتنشدوها فوق هذاك الروز اللي صوبنا بالروز، الروز طايب، البر طايب، كلشي طايب، حتى اللي باقي عندنا ما طايبش. ما طايبش غادي تطيبينا في الفرن. نشدو غادي نشدو لاصوص بيشاميل فيها نصفرو الحليب، وضعت معلقة تاع الكورس ومعلقة زبدة كبيرة، تنحركو هاد الشيء كله حتى باش يحيد لينا داك الدقيق ما يتكورش لينا. تنحركو بيشاميل بلا ملحة بلا كوزة؟ لا باقا غادي ندير تنخر، تندير تنخليها تطيب بالعافية حتى تتختار لينا، تنضيف لها شوية الملح وشوية البزار، أنا ما تنديرش الكوزة، حيت البيض ديال الكوزة يديرها اختيارية. تنصب، أنا تنحاول ما أمكن هاد لاصوص بشامي ما تجيناش خاطرة بزاف، تنحط تنقفوها فوق خفيفة، تنقفوها كلشي فوق من هاداك الكعكاس، وتنديرو الفرماج من الفوق حمر، تنديرو الفرماج من الفوق حمر وتندخلوها تطيب. يعني يكفي ان الكفته راح تطفلك ما تبقاش تبزاف، يعني تيجي هاد الكغاطا زوين.
موجودة عليك لا البيض لا الكسة ما في الكسة تتشعلك شي اللي مبقى لا مبقاش طبقة غليظة طبقة شوية غليظة وتنديرو فيها الفرماج وتاتجي زوينة يعني ملي تيشوف إلا حبسنا الصياد كيشوفو داك البيض ما تيعرفوش داك الشي اللي طالع بحال هكا كيجي زوين المنظر ديالو تبارك الله عليك أنا محجوبة ربي يخليك كنتمنى أنه إن شاء الله في أقرب فرصة نتلاقاو بك وتعطينا وصفات أخرى مرحبا الله يبارك فيك شكرا جزيلا شكرا